سمعوني كان حفظ الواحد حد ولد الحرام حد تكتير وين تاع الحرام بغيت نشوف واش الحرام راه كيحي اي دارو عيطوا لواحد جوج القتاله قال له دابا غتديوه للمركز عند خوتو اش داروا دوك المجرمين نعلهم الله نهلي غفر لهم الدنيا ولكن امام الله غنتحاسب معاهم قالوا لي طير زيد الشلح وانا فين غادي نطير ما بقى عندي لا جناح باش نطير ولا ركابي باش نزيد بقيت غادي على يدي ورجليا وربي شاهد عليا هو جاو الحرم يجري من كراعي بحال جار شي كبش ولا فهمت ولا طير قال لي نوضي حرق بوك اسمي المهم مشيت لقيت لوندروفير واقفه قال لي طلع قد هي زعما طلعت ركبت تم غادي بيا هو دابا داك الكوموندون شويه بعيد من داك المركز ديال المحابس يلا ضربوا بيا تقريبا قد من هنا واحد الكيلومتر هما يوقفوا بداو يتشاوروا عليا لداخل هما يوقفوا واحد ديك الجاجه حيت كاينه الجاجه ما بين الشيفور وداك داك اللور ديال لوندروفير هو يقول لي قبض الشيء قد الشلح هود زعما وانا فين غادي نقد انا مقال ركابي العظام كل دمايات كل فنجل هوت قال لي دفع الوت دفع بوس 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 الوت دفع وانا فاش غادي ندفع جيت لوند روفر لا ما عنديش سعدي وكان نديرها بحال هكا مشى الحرام تيديرها قال لي حرق بو انت ما متيش انا نوري لامك ما متيش هو يمشي ويهز حجره ويخشيها ليا هنا طحت طلع بوك طلعت لوندروب تردخت وسط منها داوني للمركز تيعيطو هو شاف دو بوس شاف دو بوس خرج عندهم واحد السيد شاف دو بوس هو قايد المركز ديال بوليزاريو قال لي اش دور قال لي تهود قال لي كوموندون قال لي باس بخير كذا كذا قال لي اش مالكم قال لي راه عليك واحد الشلح قالوا عنه غدخلوا للسيلون وما تمرقوا الين يموت دايرين الزنق على راسك وكيدخلوك كتكرازا بحالك كتجمع رجليك فمك وكتدخل بحالك كتبريسيك قال لي قال انه هذا تخشيف سيلون وما تخرجوه لين يموت قال لي داك قايد المركز داك ولاد الحرام قال لهم خلاص وتوف 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 قد الشلح قد حرق بوك شتمو وسميتو لا هذاك راه ما نقولش ليك الاهانه والضرب وداك الشيء راه هذاك هو اللي محطوط لينا حنايا يعني معاناه نفسيه واللي بغيتي المهم نزلت كنت جرجر حل سميتو قلت دخل حرق بو دخلت سد عليا بقيت تمايا مع الفجر تنسمع محاضره محابس مساكن عاوتاني يخرجوا للعذاب حيت مع الفجر ياك يخرجوا كلشي للعذاب الخدمه ما يدخلوا حتى الغروب الشمس عاوتاني كل واحد فين كيتلاح مسكين كيتفرقوا الاسرى كلشي كل واحد من كيتعالج من جهه ما عليناش المهم ملي طلع النهار دابا داك ديال الليل داك قائد المركز خصو يطلق ويعطي لداك ديال النهار جا واحد ويقول لي لاباس بخير انا دابا لداخل ها كنت مايات وداك الشيء والروند ديالي كله كنسمعو قال لي حتى يدفع ليه الروند بحال قلنا حنا القوسيني متى كنسمعو كيقول لي شكون هنا في السيلون قال لي راه جا واحد الشلح البارح جابوه صحاب الكوموندو كان هرب وخشاو هنا في السيلون وقالوا عنه ما يخرج من السنين لين يموت قال لي هوتو صافي هو يمشي دابا هذاك الانسان اللي هو قائد المركز يعني محابس دايرين معاه الخير دايرين معاه الخير هو يقول هذا المحبوس والمحابس اللي هما لداخل طلبوه قالوا له دير واحد السيد جابوه كوموندو راه وقيله شوف الله يجازيك بخير حتى نديروا معاهم الخير والانسانيه وداك الشيء هو يجي طل ويقول لي حرق بو انت ما يجيدي قلت له حق وهذاك السيد يعني تعرفني تعرفني مسكين انا كنت معاه في واحد المركز وداك الشيء ما يجيدش تعدل هون قلت له واه اللي جاب الله هو هذا قال لي انت اللي هربت كذا قلت له واه اخر انفاس مشى مسكين كيجري الله يجازيه بخير دار واحد الغراف دار فيه الماء ودار فيه البودر ودار فيه السكر وحركو بحال اللي كنقولوا حنا الزريق ديالهم حليب ويقول لي قرطح قرطح يعني والروح كترجع فيا لان يومين ديال العصا والتعذيب وبيت ديك الليله كلشي وكنزف حسيت بالروح قال لي عرفت اش تعدل قلت له قال لي اسكت قطع الانفاس قطعت الانفاس قلت له اخر الانفاس هو يدخل وكاين واحد مسكين واحد الاسير راه معنا نيت كان في الطب
ما كان مع واحد الدكتور، الدكتور محمد مسكين هو اللي كان مقابلنا في هادشي ديال الامراض وداكشي، هو اللي وقف معنا. وما كتشكر النص في المحبس مات. هو عيط ليه خرج عنده قال ليها اجي شوف واحد من 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 الشلوحه ديالكم راه ماتوا، مات وقيل راه حليت عنه سيلون. جا عندي قال لي ما جيدي، قلت له نعم. قلت له صافي اخر الانفاس. شعيت للدراري جابوا البلانكار دخلوني البلاصه عند الطبيب مسكين، حطوني في واحد البياز ديال السيما بحال هكا. جا الطبيب محمد قال لي ما جيدي مالك؟ قلت له دكتور اش غنقول لك، هذا الدكتور راه يوتنو دو قالون تبارك الله، راه هو كاين دابا في الرباط الحمد لله الله يجازيه بخير. قلت له دكتور اخر الانفاس. عيط لذاك الفيرملي قال لي جيب ذاك التروفيزو، داروا لي علقوا لي باش وانا بدات العروق وداك الدم اللي بدا كيفهمتي شافوا الجراح بداو كيسواني وني الدمايات وما كاين ما نقول لك. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. تقول السبعه دخلت لذاك المكان ديال الطب، ثمانيه تسعود تتوقف لاند روفر ديال الكوموندو البلاصه اللي كنت فيها، هما انتم داخلين ثلاثه. سولوا قائد المركز قال لي فين داك السيد اللي جا البارح في السيل اللي كان في السيل، قال لي راه مات. قال لي مات، هما يدخلوا قال لي راه في الطب. ملي دخل لقاني دايرها مع القصويرو، قال لي راه عليك الشلح باقي حي. هو قال لي يلا قوم الشلح، بغاو يديوني دخل هذاك هو الطبيب هو يسمعهم. قال لي ماش داك الشيء اسمه؟ قال لي الشلح غادي يردو. قال لي فين غادي يديو؟ غادي يردو نمشيو به. ما قالش لي كوموندو، حيت الكوموندو معروف بانه بحال قلتي بلاصه القتيله، بحال قلتي البوطوار، بنادم الا غادي شي عجل البوطوار غادي نديو نقزروه. وقال له ودي السيد مداني اولا بريء، ضربتوه راه العقل ديالو راه تفافى، هو دابا ما بين الموت والحياه. بصفتي انا طبيب خلوني غير نقدو حتى يوقف على رجلي، غير وقع الانفاس وداكشي حتى عاود ديوه. ايوا بقيت كيتشاوروا بعضياتهم وداكشي. قال لي صافي هما يمشيو. المهم هذه المرحله الاولى اللي لقدني بها الله. كتب لك عمر جديد، عمر لي كتب لي عمر جديد. دوز داك النهار رجعت فيا شويه ديال الانفاس، هزوني داوني الشومبره مع خوتي فواحد نقولوا مثلا واحد البلاصه نقولوا احنا القبب، القبه تيكون ديك القبه تيكونوا فيها 8 الاشخاص 10. داوني داروا لي وانا جاي الله غالب كونوا لي مينطات وكذا وكذا وفريش الى اخره. نعست ارتحت، كان مشيت الطبيب طب كان داوى نشوف فين يدات وداكشي. وملي كنسالي كنجي المروق وداكشي وليت يعني الله يسر حتى من المروق ديال برا ما تيش نقدر نخرج، كندير عار لداخل ما عليناش. ولاو كيجيو كل 3 ايام كيجيو يهددوني فينا هو فينا هو قريت فينا هو هادي غادي نديرو لي غادي نقتلو غادي نفعلو لي غادي. وكيجيو حتى لحدا البلاصه فين انا ناعس حدا الباب، ملي كيبدا يحسبو قيد الحراسه كيجيبوه تيقول لي فينا داك المريض اللي كان في السيلون، تيقول لي ها هو فين كاين، كيقول لي تيقول لي باش يديروا لك الرعب ويفانتيوك. تيقول لي دابا باش نقطعوا ليه الراس وانا نخرج، تيقول لي قطع ليه الراس، قطع ليه الراس، نقطعوا ليه الراس وصافي. هو خاصنا نديو على الراس للرئيس، فهمتي ولا لا؟ حنا دابا قال عنه خصو نديو ليه غير راسو، بحال دابا داك الانسان اللي كيتحكم بالاعدام كيخصو يديو ليه غير الراس، شويه يديروا بجوته. كتبته. اه. المهم لا غد عاوتاني كنسمع الغوات وداكشي لا خصو يخرج خصو يمشي خصو كذا كذا. كنسمع كنعيط لواحد في الدراري قلت له انا مزوق فيك سير عيط لي داك اليومي. عندنا واحد السيد يومي اللي كيمقابل المحابس لداخل السجن داخل ديال الفقيه، جا مسكين قلت له الفقيه؟ قال لي نعم. قلت له انا مزوق فيك تنطلب منك طلب واحد. قال لي شنو هو ماجد؟ راه هو مسكين توفى الله يرحمه الله يغفر لنا وله. قال لي شنو هو؟ قلت له البوليزاريو دابا بغاو يخرجوني انا مزوق فيك، ما نخرجش نخرج ميت يقتلوني هنا وسط خوتي. حيت عارف الا داوك لذاك المكان غادي لا غادي نموت، ولكن ديك الموته مدلوله خصني موته شريفه وسط المحابس خوتي باش ما يقولوش حقه راه ما حقه ولا ياكل لا. ممكن يقول انا راه صافي راه خاننا راه خاننا ولا معاه، فهمت؟ لان علاش انا بصراحه انا الدراري عارفين
انا كنت جاهل المكان الجديد الازدياد ديالي. انا كنقول لهم الدار البيضاء، تيقول لي نو لا 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 انت بيضاني، حيت كنت خفيف وسعيد تبارك الله، فهمتي الانيق، تيقول انت بيضاني انت مالك انت راك صحراوي، لان كاينين الناس هما يقول لك المحابس ناس من تارودانت اللي هما نخارطين مع البوليزاريو، ها هو راه كاين داك مجمعه وفهمتي، كاينين شي خمسه ولاد الناس اللي هما رودانيين من تارودانت، وكاين واحد تيقولوا له برشيد تاور من تارودانت، برشيد راه قلتي كان هذاك كان مجوج ولد عم بنت عمي، وجا عندي للدار على سماه برشيد، كان جا عندنا للدار انا باقي كاع ما تشديت، باقي لا عندي 18 عام وداكشي، وجابته بنت عمنا جابته كان مسطي، وكانت تديه لبرشيد كيداوى. اه جلس عندنا في الدار شهر، فاش رجع لتارودانت هو يهرب، هرب عند البوليزاريو، وسماوه ملي قال لهم انا كنت في برشيد داكشي، سماوه برشيد على هذاك السبيطار اللي كان ديال الحماق اللي كان كيداوى فيه. وهذا برشيد راه واحد العنصر الاول ديال البوليزاريو، برشيد وما ادراك من برشيد. يعني ممكن يكون هو غير واش مستغلين انه عنده تخلل، يعني واحد الخلل عقلي؟ لا ماشي خلل عقلي، هو كيمثل انه عنده خلل عقلي، هو كان كعيك كيمثل. آه. ودار ذاك التمثيل حتى تمكن وهرب، ولكن كيقول لهم بان انا كنت في المغرب حماق وكذا ومشيت لبرشيد، بداو تيضحكوا على البوليزاريو هما الصحراوه فيهم الاستهزاء، قال لي صافي انت نسميوك برشيد، سميت ديك كلمه برشيد يعني شهره جاتو مزيانه زعما، شي حاجه بحال كيعيطوا لي شي بطال ولا فهمتي. وهذا برشيد هو اول واحد في القتاله ديال البوليزاريو، يعني الا مشى حتى برشيد دار فيك العين النهايه ديالك. وهذا برشيد تنعرفو تلاقيت معاه وانا نقرو. ولا ذكر على النهاية، كيفاش كانت نهاية المعاناة ديال سي ماجد؟ إيوا لا إله إلا الله، المهم الحمد لله كنا ما كناش كنطلبوا باش غادي نمشيو نتخارطوا مع هاد المرتزقة ولا فهمتي، كنا مناضلين وكنقولوا حنا مغاربة أحرار، وكنا كنآمنوا دائما بأن الصحراء مغربية لا رجعة فيها. فاش نقاش؟ أحب من أحب وكريه من كريه، حنا راه كنا كنتقاتلوا معاهم وهما البوليزاريو شادين وكنتقاتلوا معاهم. أنا قال لي واحد الصحراء بقينا كنهضروا، قال لي الصحراء ما الصحراء، قلت لي مال الصحراء؟ الصحراء مغربية. قال لي وسوا العذاب وحنا معاهم في العذاب، حنا شتي حنا قلنا ميتين ميتين، المهم الصحراء داها المغرب، حنا أبرياء، حنا غادي نموتوا مجاهدين. لي ليها ليها بحال اللي كيقول لك الإنسان اللي حصل يودي. حنا حصلنا نودي وصافي، ولكن المغرب يعيش بشرف ويعيش في الصحراء ديالو. اش قال لي هذاك الصحراوي؟ قال لي شوف يا ماجد تنعاهدك بعهد الله، لو ما كنتي مدني تنذبحك من الودن حتى للودن. قال لي كتقول جيتي حنا دابا جيتي حتى عندنا هنايا البوليزاري وكتقول الصحراء مغربيه. انت غير مدني؟ لا قال لكم ما كنتيش مدني، كنتي في حزب سياسي ولا كنتي عسكري غنذبحك من لهنا حتى لهنا. ولكن انت مدني زعما بريء ما عارف والو، بحال اللي تيقول ما عارف الطاجين ما يتحرق. وقال لي ولكن سد فمك، عمرك ما تقول هذا شي صحراوي، تلاقى مع شي صحراوي مقطعين ليه الحبال صافي يحيي لك الراس. وكنا كنفتخروا بان الصحراء مغربيه، احب من احب وكره من كره. وكيفاش خرجتي السي مجيد من السجن؟ خرجت لانه بهذه الامراض اللي وقع ليا، تسطاوني حمقوني، وانا مشيت عند الدكتور قلت انا مزوق فيك، هادو راه دايرينهم عينيهم فيا، اما القتل واما بغا يرجعوني معاهم. قال لي تهنى، وجا الصليب الاحمر الدولي والله يجازيه بخير، هو يسجنني من لائحه من المرضى، كنت انا مع الناس ديال المرضى، لان صافي انا كنت انا مختل عقليا، انا صافي خربقوني سطاوني، ها هو السيد هو معايا، فهمت ملي دارني جاو هما كيقلبوا اللائحه كيلقاو ماجد احمد بانه راه، وعيطوا للطبيب قال لي لا ليش درتي؟ قال لي وراه مريض، راه قال لي خاصنا نحيدوه. ملي مشاو كيستاشروا مع النصارى اللي ما كيعرفوا لا بيع لا شراء لا غدر لا نفاق، قال لهم لا حنا اللائحه دابا راه شديناها وفاقصيناها للامم المتحده، واش حنا قال لهم كنلعبوا؟ عرفتي الصليب الاحمر الدولي راه الناس لان النصارى معاهم الصرامه معاهم الحق ومعاهم المعقول، تنقول لك راه هما اللي عتقونا، ما كايناش شي دوله عربيه ولا اسلاميه اللي نقذاتنا. يعني حتى المسؤولين المغاربه ما داروا حتى شي خطوه باش ينقذوكم؟ لا
لا مسؤولي المغاربه ما عندهم حتى شي علاقه. ما كاينش زعما شي مسؤول مغربي غادي يطلقك؟ لا ما كايناش. ما كاينش حتى شي تدخل؟ لا تدخل ممنوع، راه كاين الجزائر مع المغرب فيرمي. ما كاين لا اعطيني لا نعطيك. اللي يحصل هنا راه غيبقى هنا واللي يحصل هنا راه يبقى هنا. صافي ما كاينش لا طلقني ولا نطلقك. يعني العدو مع العدو عمره ما يكون حبيب. واش ندير لا؟ حنا جانا يعني اطلاق سراحنا من طرف اخر. الدول اللي ضاغطه على الجزائر وكتساند الجزائر وعارفه اسرار الجزائر اللي وقفت على الجزائر والصليب الاحمر. مارست عليها الضغط؟ صافي قالت لها شوفي حنا هاد الاسرى هادو في العالم ما كاينش شي اسير اللي يدوز بحال هاد الناس 20 25 عام راه الظلم هذا وراه الفناء هذا. من الثمانينات يعني الفناء الفناء لا يعقل. ملي حنايا مشى الملف ديالنا ديال لي بريزوني دكير ولا الاسرى المغاربه مساكن المدنيين مشاو للامم المتحده ودرسوا قالوا هذا الملف راه خطير حكموا بالحق قالوا بان لان تما جات اللجنه الدوليه لحقوق الانسان وكذا وبداو يشوفونا باش عرفوا بان المدنيين كانوا حنا مغبريننا. حنا كانت تقريبا 200 مدني فيها الناس اللي في البحر فيها الناس ذوك الرحال المساكن فيها فهمتي دوك اللي تشدوا في الكوفات فهمتي لا كانوا لا علاقه لهم. حنا كانت النهايه ديال المدنيين حتى الا كان شي افراج حنا غادي يشدونا يطرقونا لان ممنوع منع كليا في القانون الدولي باش انت تشد مدني اسير فوق عام. عندك حق تشد بريزوني مدني 24 ساعه ولا عندك حق تشدو حتى يومين 48 ساعه كتختبروا واش في شي حزب سياسي واش من علاقه وعلى جيتي لعندنا كذا. ملي كتلقاه باريك خصك تطلقو قانون دولي هذا. هما انتهكوا هذا القانون الدولي بطبيعه الحال انتهكوا هذا القانون وما عندهم غرض حتى شي واحد وتيقول لك حنا ما يحكم علينا حتى شي واحد حنا مرتزقه ما عندنا حتى شي مسطرات نزل علينا ولكن كاين المسطره الالهيه اللي نزلت عليهم سحقاتهم وحيداتنا من يديهم رغما عليهم. ملي نزلت المسطرة على الجزائر الجزائر عطات الاوامر للمرتزقه ان المرتزقه ما عندهم حتى شي سلطه. ديك الساعه بدينا كنخرجوا من يديهم افواج. هذه هي ربي سبحانه وتعالى فاش نقدني فاش انا زهقت في لائحه الصليب الاحمر الدولي. مني خرج سي مجيد من السجون انتهت المعاناه ديالك؟ انتهت وقلت الحمد لله. مني خرجت وهذا النضال الكبير اللي خرجت منه غادي نمشي لبلادي وغادي نمشي لوطني ونعيش الحريه ونعيش يعني كل ما دوزته من الشباب للشيخوخه غادي ندوزو من الشيخوخه الى نهايه الحياه ديالي فواحد يعني رد الاعتبار. ولقيتي ذاك رد الاعتبار؟ جاو الناس الصليب الاحمر الدولي يعني اليوم اللي غادي نفرحوا به جاو الكيران وقالنا هنيئا لكم غادي تمشيو. كانوا عزلونا حنا واحد 120 مدني فيهم مدنيين عسكريين اللي ديكابين الناس مساكن المرضى وفرحنا. جاو دهزونا في الكيران ودونا في سميتها مطار تندوف اللي غادي تنزلنا الطائره الخاصه ب جابونا الاكادير. اكادير كانت اكادير بمناطق الجنوبيه. وصلتوا للتراب الوطني. التراب الوطني شنو داروا معاك السلطات في التراب الوطني؟ وصلنا ان الحمد لله وصلينا الله تبارك وحمدنا وشكرنا قلنا ملي رجعنا واخا واخا كبار ومراد وداك الشيء مازال شي كله يعني الوطن ديالنا غادي يعوضوا لنا والله سبحانه. ملي جينا للوطن عابد بزاف المرحله الثانيه والمعاناه الكبيره.